الفنانة هناء العالم من كفر مندا، عمري 31 سنة. هناء، يعني اليوم عم تعملي معرض، بداية هيك احكي لنا عنه شوي. المعرض هو عن كثير مدارس فنية لكثير أشياء واقعية برضو، وأشياء كثير أنا يعني كثير أنا عشتها، مشاعر كثير عشتها. يعني من خلال المشاعر اللي هي أنت حسيتي فيها حولتيها لرسومات. صحيح. أكثر إشي بحبه بالرسم هو البروتريل وجوه. في عندي كثير أشياء اللي عن طبيعة، على عن حالات معينة اللي ممكن اللي بتكون أحاسيس ومشاعر جوات اللي بطلعها بالرسم. شو رسالتك بهذا اليوم؟ هذا يوم مميز بالنسبة لإلك، رسالة بتوجهها للناس للمؤسسات؟ رسالتي اليوم إنه كل حدا بحب إشي يكون عنده شغف معين باتجاه معين يظل وراه لحتى ينميه ويطوره ويظل يتعلم فيه لحتى يصل للموهبة اللي هو بده إياه. مساء الخير، بداية نتعرف عليك. مساء النور، أنا غبارية كفاح، فنانة تشكيلية من أم الفحم. كفاح، يعني بشوفك اليوم جاي لهون على هذا المعرض عند زميلتك هناء من أجل أنك تدعميها وتشجعيها، والسؤال الذي يطرح، يعني إلى أي مدى مهم الفنانين يشجعوا بعض في مثل هذه المعارض؟ أكيد مهم جدا، إحنا كفنانين يعني كل واحد طبعا في مدارس في الفن، بس مهم جدا لما بكون في معارض إحنا الفنانين نكون متواجدين مع بعض ندعم الفنان، لأنه الفنان كمان مش بس هيك، كمان أنت بتعرف الفنان على البلد أنت موجود فيها. الفنان خاصة في الوسط العربي في الفترة الأخيرة طبعا بلش ينشر، صار في أكثر استيعاب، ولما كديش الفنان من كل بلد بيدعم الثاني بيتواجد في البلد الثاني بيصير تبادل ثقافات، بيصير تعارف أكثر، بتشر الفن كمان أكثر، وبالذات بعصر التكنولوجيا اللي إحنا موجودين فيه اللي أصبح أكثر ملتيين بالوسائل التواصل، أصبح يعني تفكيرنا محدود في الصفحات الثانية. انتشار الفن في الفترات الأخيرة في الوسط العربي، اليوم الحمد لله في ملتقيات، اليوم في صالات عرض، في فنانين في بعلموا اليوم أكثر، انتشر الوعي أكثر. طبعا الفن ما كانش كل هالكد منتشر في الوسط العربي، فاليوم حتى التكنولوجيا اللي هي الإيجابية كمان بتنشر الفنان، كمان بتعرف الناس أكثر على الفن، إنه الفن مش مجرد بس رسم. تنساش كمان الفن اليوم فايت في المدارس إجباري، في عن طريق وزارات التعليم، الفن بيكشف كثير مشاكل، بيخفف من آفات العنف اللي هي منتشرة، فكداش عنده الفنان إنه يعطي، ويا ريت كل فنان موجود يدعم الفنان اللي زميله أكثر، ممكن نساعد الناس اللي حوالينا، نخفف من الاحتقان والضغط، وهذا كثير كمان بيساعدنا إنه نبقى مجتمع سليم ومستقر. ست كفاح، طبعا انت يعني بتشاركي بمعارض غير هذا المعرض؟ اكيد نعم. سؤالي لك عن مدى رضاك من اقبال الجمهور على معارض الفنية؟ طلع احنا بحاجة كمان لاخرى، بس المبسوطة انه شوي شوي بلشت كل بلد صرت تسمع اليوم بكفر مندا، بأم الفحم، في جسر الزرقاء، مع احترامي لجميع الفراديس الى كل حتى في حيفا ومناطق اخرى، صرنا شوي شوي ليش؟ لانه صار اصبح في رابطات ومنتديات وجمعيات اللي تجمع الفنانين كل الوسط العربي حتى من خارج البلاد. مش بس هيك، المحبة كمان، احنا بحاجة لحب كبير في مجتمعنا، احنا مجتمع مش عنيف زي ما هم بكل فئة صغيرة هي اللي حطت شوي إكس على المجتمع، بس المجتمع العربي في فنانين بجنن وممكن يعطين في ملان ناس اللي هي ممكن عن جد تغير المجتمع اللي شوي الآف الصغيرة اللي وصلت له. الأستاذ رجل الأعمال المعروف نواف عالم، يعني نلتقي معك اليوم في لقاء مميز، الذي يميز هذا اللقاء هو معرض لابنة حضرتك الفنانة هناء العالم، وحبيت أسألك يعني عن أهمية دعم الآباء لأولادهم، دعم الأهل بشكل عام لأولادهم اللي بيلاقوا عنده الموهبة. أهلا وسهلا فيك أول شيء وقناة هلا. وأنا الحقيقة مهم أقول أن الموهبة قد تكون موجودة في كل فرد، في كل ابن، في كل ولد، في كل بنت،
الأهم من هذا كله أنه كيف نرعى هاي الموهبة. وأنا بعتقد أنه دعم أو دعمي أنا من تجربة الشخصية تاتي، دعمنا لهناء أنتج هذا الإبداع اللي احنا شايفينه. بدي أسألك عن رضاك حول الإقبال اليوم على المعرض. يعني أنا شايف بالرغم من أنه احنا موجودين بعصر طغت عليه التكنولوجيا، بس في تعطش عند الناس لرؤية الفن الأصيل، الرسومات على اللوحات. الحقيقة أنه هاي يعني أنا مش متفاجئ، لأنه أنا بعرف أنه برضو الجمهور داعم والجمهور بحب وبده هيك، بس هذا أول معرض بصير بكفر مندى على مستوى خاص. يعني ممكن كان يكون في معارض للمجالس للمراكز الجماهيرية، أما بشكل خاص معرض خاص هذا أول مرة، وأنا شايف أنه تلبية الدعوة كانت قوية جداً. هي مساء النور لك نزوة كبا، رئيسة جمعية نجم العربية الدولية، طبعاً اللي بيها تنتمي لها هناء العالم. ست نجوى، أنا بدي أسألك بداية عن أهمية إقامة مثل هذه المعارض، بنشوف هون في كمان حضور مشرف. طبعاً أول شيء بسمح لي من خلال كاميرتك طبعاً مهلا طبعاً أبارك لهناء العالم بمناسبة افتتاح معرض هالشخصي. طبعاً هاي المعارض الفنية كثير إلها تأثير إيجابي، لأنه بالذات إحنا عايشين بؤرة عنف اللي أنت مريها شايفها بالأيامات اللي هي موجودة بكل الكرة العربية مع الأسف الشديد. فهاي المعارض يعني بتعطينا شوية رونق، شوية حياة، إنه بعد في الحياة كمان ناس مثقفين بحبوا الإبداع بحبوا الفن، موسيقيين، فكثير بالنسبة لي كثير تأثير إيجابي. يعني بتعطينا نظرة إيجابية عن أبناء المجتمع، ولكن إلى أي مدى تؤثر في يعني مكافحة العنف المستشري في المجتمع العربي؟ كمان تعطينا كمان إنه مجتمعنا مش بس مليان بالناس العنيفين، مجتمعنا كمان كمجتمع عربي مليان بالناس المثقفين، الموسيقيين، الفنانين، العازفين، كمان هذا هو مجتمعنا. أنا أمارة من كفر كنا، فنانة تشكيلية. أنا جاي اليوم هون عشان أدعم هناء العالم، لأنها بتستحق هيك موهبة فن لازم ندعمها.